حياكم الله. كرد سوريا في عام 2013 اختلفوا وتوحدوا، تباعدوا والتقوا، ولكنه عام طفى فيه على السطح مشروع غرب كردستان، اسم يحمل في ثناياه نوايا قومية وضع كرد سوريا في حيرة حول شكله وانتمائه وارتباطه بسوريا المستقبل. فبين نموذج ناجح لأبناء جلدتهم في إقليم كردستان العراق المستقل ذاتياً وحلم ومشروع عبد الله أوجلان بكردستان الكبرى، تنقسم القوى السياسية الكردية، لا بل تتنافر حول تفرد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بالمشروع القومي الكردي ومعها الشارع الكردي، مشروع بغض النظر عن شكله ولونه يضع كرد سوريا في مواجهة المناهضين له من الدول والتنظيمات، ما يفتح الباب على مصراعيه لحدوث صراع دموي بدأت ملامحه على الأرض في جبهات فتحت هنا وهناك على حدود المناطق ذات الغالبية الكردية، بل تجاوزتها أحيانا، ورافق هذا الاقتتال موجات لجوء وتهجير واعتقال واقتتال. تفاصيل كردية كثيرة حملها عام 2013 نناقشها في حلقة خاصة من برنامجنا لهذا اليوم، لكن بعد لحظات. أهلا بكم. إذا نناقش المسألة الكردية في عام 2013، سيكون مع إبراهيم اليوسف صحفي ضيفي في الاستوديو، وكذلك وليد عبد القادر أيضا كاتب صحفي. سيكون معنا أيضا جان دوست، هو كاتب صحفي ومحلل سياسي من ألمانيا، هوشنغ أوسيل كاتب ومحلل سياسي من بلجيكيا، وأيضا شلال جدو هو صحفي ومحلل سياسي من السليمانية، وبهزاد إبراهيم رئيس المجلس الوطني الكردي ممثلية تركيا من بلغاريا. ولكن قبل البدء بالحوار نتابع هذا التقرير. يعتبر عام 2013 أكثر أعوام الثورة السورية الثلاث نشاطاً على الساحة الكردية من جهة ما احتوته من أحداث ومنعطفات كان لها تأثير مفصلي على ما آلت إليه الأوضاع في الوقت الراهن، لعل أهمها عدم قدرة طرفي الهيئة الكردية العليا على التلاؤم وتوزيع الأدوار فيما بينهما، ما استدام على المشهد السياسي الكردي من تخبط وعدم استقرار. فقد مرت أحداث كثيرة ليترسخ بها الصراع والاختلاف بين المجلسين الكرديين، ومنها تفعيل اللجنة التخصصية العسكرية وإدارة المدن الكردية شراكة دون تفرد، وكذلك معبر سميلكا الحدودي الذي فتح بغرض التجارة وتسهيل إيصال المواد الغذائية والإغاثية. إلا أن حكومة إقليم كردستان العراق أغلقت المعبر ردا على اعتقال قوات البيادي لأكثر من 70 عضوا من كوادر حزب البارتي، ليمر الوضع الكردي بعدها بفترة ركود إلى أن بدأت بوادر الانفجار تظهر على الساحة الكردية بعد اتهامات لقوات البيادي باغتيال 3 من أبناء قرية تل غزال في كوباني بتهمة الحشيش، بالتزامن مع اعتقال 3 نشطاء آخرين في بلدة عمودة بالتهمة ذاتها، الأمر الذي أثار غضب وسخط الأهالي والذي دفعهم إثر ذلك لاعتصامات وإضرابات لسبعة أيام متتالية انتهت بالخميس الدامي في 27 من حزيران، حينما أخدمت قوات الأسايش بالهجوم على الاعتصام السلمي بالرشاشات والدوشكا، سقط على إثرها 7 شهداء وعشرات الجرحى، واعتقل إثر ذلك أكثر من 100 ناشط سياسي لتتراجع حدة التظاهرات. الضغط المتواصل من قوات الحماية الشعبية زاد من حالة الاحتقان في الشارع الكردي، وبدأت تلوح بالأفق حدوث اقتتال كردي كردي سارعت على إثرها قوات الحماية الشعبية لفتح جبهة عسكرية مع الفصائل الإسلامية التي كانت قد سيطرت على رأس العين بموجب اتفاق بين الطرفين في محاولة منها لإلهاء الكرد وإثارة النعرة القومية لديهم. إلا أن الأمر انعكس سلبا، فاتسعت دائرة المواجهات بين اليبجي والكتائب الإسلامية لتشمل أغلب المناطق الكردية، ما دفع عشرات الآلاف من الكرد للجوء إلى إقليم كردستان العراق خشية مد المعارك أكثر في العمق الكردي، إضافة لسوء الأوضاع المعيشية. إصرار البيادي على مواقفه دفعت أحزاب الطرف المقابل إلى تقوية أوراقه السياسية،
فتم تشكيل الاتحاد السياسي بين 4 من أحزاب المجلس الوطني الكردي، كما انضم المجلس الكردي إلى الائتلاف الوطني المعارض ب12 مقعدا في هيئتي السياسية والعامة بعد تسوية بين الطرفين، ليرد البيدي على هذه الخطوة بإعلان مشروع الإدارة الذاتية المدنية بشكل منفرد، والتي لم تلقى رفضا من نظام الأسد الذي طالما أشاد بإنجازات قوات الحماية الشعبية ما كان له أثر بالغ على الأوضاع الميدانية، وبالتحديد الكتائب الإسلامية الذين رفضوا هذه الخطوة وعملت على فرض حصار على كوبان وعفرين وفتح جبهات قتال في مناطق الجزيرة ضد قوات الحماية الشعبية، إضافة لقيام تنظيم الدولة باعتقال العشرات من المدنيين الكرد. تزامنت هذه الأحداث مع إشكالية حضور جنيف 2 وكيفية تمثيل الكرد فيه، وعليه وبعد جولات صالح مسلم وأعضاء المجلس الوطني الكردي بين عواصم دول القرار، عقد اتفاق هزيل بين المجلسين الكرديين برعاية مسعود البرزاني في أربيل، سمي فيما بعد باتفاقية هولير 2، اتفق خلاله ساسة الأحزاب على توحيد الخطاب الكردي في مؤتمر السلام وإعادة تفعيل الهيئة الكردية العليا وتسويفات من البيادي بالعدول عن تجاوزاتها بإشراك باقي الأحزاب في الإدارة الذاتية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لديها، ليكون عام 2013 حافلا بالأحداث الميدانية والسياسية للكرد ومأساوية في الكثير منها كما باقي سوريا. أهلا بكم من جديد، ورحب بضيوفي في هذا المحور، إبراهيم اليوسف ضيفي في الاستوديو، الكاتب صحفي مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء الخير. أيضا معي الكاتب صحفي وليد عبد القادر صحفي ضيفي من دبي، مساء الخير أستاذ وليد. وكذلك جان دوست الكاتب صحفي ومحلل سياسي ضيفي من ألمانيا، مساء الخير أستاذ جان دوست. وكذلك شلال قدو صحفي والمحلل السياسي ضيفي من السليمانية، مساء الخير أستاذ شلال. أبدأ مع ضيفي بالاستوديو أستاذ إبراهيم اليوسف، يعني أبرز مشروعه كان هو غرب كردستان الذي أصبح الآن مشروع يجاهر به الإكراد، هل توافقني الرأي بهذا الموضوع؟ أبرز ما حصل لإكراد سوريا في عام 2013؟ طبعا يعني نحن وجدنا أنه خلال الأسبوع الماضي كان هناك لقاء هولير 2 وتم مداولة مشروع الإدارة الذاتية طبعا هذا المشروع طبعا رفض من قبل المجلس الوطني الكردي، وربما كان سببا في عدم الاتفاق على تنفيذ بنود هولير بشكل كامل. بمعنى أريد أن أقول بأن هذا المشروع هو مشروع حزب واحد فحسب، ومن حوله بعض الأحزاب الكردية الأخرى أو القوى الصغيرة التي غير الفاعلة عمليا، وبذلك هذا المشروع هو لم يأخذ البعد الشعبي الجماهيري الكردي، ولذلك فهو حتى الآن يعني موضع أسئلة ولم يأخذ مداه ولم يأخذ بعده بالشكل المطلوب. نعم، لكن بالمقابل أستاذ وليد عبد القادر، يعني هناك من يتحدث أو يخالف الأستاذ إبراهيم، يتحدث بأن هذا المشروع لكل الأكراد، لكن سبب الخلاف هو تفرد الحزب في الإعلان عن هذا المشروع. بالتأكيد هي وجهة نظر أو مشروع يمثل توجه حزب محدد، وهذا المشروع لا يلبي بالمطلق طموحات الشعب الكردي في سوريا. باختصارها الحق وباعترافهم هم بالذات، يعني من طرحوا هذا المشروع بأنها إدارة مرحلية مؤقتة نظرا لغياب السلطة أو النظام في المنطقة، طبعا بين مزدوجين حسب رأيهم أيضا، وأنها أو تنتفي منها أي صيغة سياسية أو حتى جغرافية، بينما غالبية القوى السياسية والحركة الوطنية الكردية ممثلة طبعا بالمجلس الوطني الكردي ترى بأن القضية الكردية في سوريا هي قضية أرض وشعب، فقضية أرض وشعب حقيقة ما تطرحه هذه الورقة والإدارة الذاتية هي بقناعتي تجسد وجهة نظر هيئة التنسيق في رؤيتها للقضية الكردية كحق ثقافي ضمن إطار الجمهورية العربية السورية. نعم، يعني تقصد هنا هيئة التنسيق لأن صالح مسلم هو أيضا عضو بهيئة التنسيق وهو أيضا بالتأكيد. حزب الاتحاد الديمقراطي، ليس كذلك أستاذ وليد؟ بالتأكيد. طيب.
طيب بالتالي أستاذ شلال كدو وكأنه هذا يعني من حمل وزر هذا المشروع هو حزب الاتحاد الديمقراطي، يعني على ما يبدو بأنه بما أن هناك رفض لهذا المشروع لم يصبح هو حلم لجميع الأكراد السوريين، أليس كذلك؟ هو فقط للحزب. نعم هذا المشروع طبعا لم يوافق عليه الكرد جميعا. هذا المشروع كان في البداية مشروعا بين المجلسين الكرديين، المجلس الوطني الكردي في سوريا ومجلس الشعب الغربي كردستان، لكن قبل أن يعلن هذا المشروع بأيام امتنع المجلس الوطني الكردي بأغلبية أحزابه عن المشاركة في هذا المشروع، لذلك بقي مقتصرا على حزب الاتحاد الديمقراطي أو مجلس الشعب الغربي كردستان. من هنا فإننا كمجلس وطني كردي في سوريا يعني نطالب بأن يكون هذا المشروع جامعا يضم كافة الكرد وكذلك المكونات الأخرى التي تتعايش معا في المناطق الكردية، سواء كان المكون العربي أو المسيحي أو الآشوري أو غيرهم من المكونات الأخرى. وقرارات المجلس الوطني الكردي في هذا الإطار واضحة وجلية، يعني المجلس الوطني الكردي يعتبر بأن إنشاء إدارة ذاتية في المناطق الكردية ضرورة ملحة ولا بد من الاتيان بهكذا إدارة، يعني العمل على تأسيس هكذا إدارة كون المناطق الكردية خالية من أي إدارة وتفتقر إلى يعني إلى أي نشاط إداري، يعني هنالك فراغ إداري منذ أكثر من سنة في المناطق الكردية جراء انسحاب النظام من أغلب المدن الكردية من عفرين إلى ديريك، لذلك لا بد من وجود إدارة أو البحث عن حلول أخرى لتسيير أمور الناس وكذلك تسيير مصالحهم وحياتهم اليومية. نعم. وكانت مباحثات. طب يعني بالمقابل أستاذ شلال، يعني هل الإدارة كانت هي مقدمة لهذا الحلم، الحلم الكردي، بغض النظر عن ماذا يكون هذا الحلم، ما هو شكله لهذا المشروع أيضا؟ هذه الإدارة يعني ليست بداية لتقسيم سوريا أو بداية لتأسيس دولة كردية أو ما شابه ذلك، بقدر ما كان محاولة يعني من المجلسين الكرديين في البداية، يعني أعود وأكرر وأقول في البداية يعني كان مشروع من المجلسين الكرديين يعني كان لتسيير أمور الناس جراء الفراغ الإداري الذي حصل في سائر المدن الكردية وكذلك في سائر القرى. هذا المشروع ليس له علاقة بأي طموحات قومية كردية، وكما تفضل ضيفك في البداية يعني الأستاذ وليد عبد القادر، هذا المشروع لا يلبي طموحات ورغبات الشعب الكردي. نحن نعلم جميعا بأن الشعب الكردي يعني منذ اليوم الأول من الثورة السورية يطالب بالفيدرالية، يطالب بسوريا فيدرالية وكذلك طيب. يطالب بالفيدرالية لكرد سوريا يعني في سائر مدنهم أو في كردستان سوريا. نعم. طيب. إذا كان طيب أستاذ شلال، إذا كان هذا المشروع إذا اتفق عليه ضيفين أستاذ جاندوست بأنه لا يلبي طموحات ورغبات الشعب الكردي، هناك من يتساءل لماذا إذا كان هناك اتفاق بين المجلس الوطني الكردي ومجلس غرب كردستان على إعلان هذا المشروع إلا أن المجلس الوطني يعني قبل أيام انسحب من هذا الإعلان؟ هذا المشروع يعني أنا أرى أنه مشروع النظام وليس حتى مشروع حزب البيادي. كما هو معروف البيادي منذ بداية الثورة يضع العصي في عجلات الثورة وهي تسير في المناطق الكردية. إعلان هذا المشروع، مشروع الإدارة الذاتية، طبعا هو حق كردي، أنا لا أنكر أن الأكراد وأنا إنسان ومواطن كردي في سوريا من حقنا أن ندير مناطقنا بأنفسنا، هذا حق طبيعي، لكن ما تفعله أو ما فعله حزب الاتحاد الديمقراطي هو عبارة عن حق يراد به باطل. نعم. هو عبارة عن تنفيذ لأجندة النظام التي تريد أن تعكر الأجواء في المناطق الكردية. طيب يعني أستاذ جان، يعني هل أنتم قمتم بالبحث عن تطبيق هذه البنود من اتحدث بأنه حق شرعي للأكراد وكان هناك خلافات معينة؟ بحثتم شكل هذا التمثيل؟ بحثتم ما هي علاقته ستكون بسوريا المستقبل أيضا؟ في سوريا المستقبل طبعا ليس هناك لا انفصال ولا دعوة للانفصال، أي كردي سوري لم يدعو في أي يوم من الأيام إلى الانفصال، الكردي السوري يريد العيش ضمن دولة واحدة موحدة بشراكة حقيقية مع المواطنين الآخرين. نعم. و
يعني جميع لكن أستاذ جان إذا تكرمت فقط أستاذ جان نعم. يعني كان الحديث بأنه سبب عدم الاعتراف بهذا المشروع لأنه حزب الاتحاد الديمقراطي هو انفرد في الإعلان عن هذا المشروع، الآن الحديث بأنه مشروع النظام، ما هو السبب الرئيس في ذلك؟ النظام ليس لأن الاتحاد الوطني الاتحاد الديمقراطي انفرد به، وهو طيب. انفرد به لأنه مشروع النظام، لو لم يكن مشروع النظام دعمته الأحزاب الكردية الأخرى في هذه الخطوة، وكان الشارع الكردي مرتاحا لهذه الخطوة. الشارع الكردي وصلت الفكرة، وصلت الفكرة أستاذ جان. إذن أستاذ إبراهيم كما سمعت بأنه الآن نقطة الخلاف بأن هذا المشروع مشروع للنظام، وبالتالي المجلس الوطني وغير الأحزاب التي تريد أن تكون ضمن سوريا المستقبل ترفض هذا المشروع. طبعا هنا أحب أن أركز على مسألة فضل. هذه المسألة أن الأخوة يعني في الاتحاد الديمقراطي بيدي هؤلاء طرحوا يعني أفكارا سابقة على مشروع الإدارة الذاتية، يعني طرحوا فكرة الدستور قبل ذلك، يعني كانت لهم نواياهم وهم بكل تأكيد هم يعني حتى إذا كانت لهم ارتباطاتهم الخاصة فبكل تأكيد هم يبحثون عن حضورهم الحزبي، يعني حضورهم الحضور الحزبي طيب. لهم بدأ من خلال تجربتنا في 3 سنوات من عمر الثورة السورية، وحتى هذه اللحظة كان سابق لأي طيب. رابط آخر، ومن هنا بدأ يعني الاصطدام مع الأخوة في المجلس الوطني الكردي، بدأ الاصطدام مع التنسيقيات، بدأ الاصطدام مع الشارع الكردي. هؤلاء يركزون على حضورهم فحسب مهما كان ثمن ذلك وبأي طريقة كان ثمن ذلك. طبعا بكل تأكيد هم يرون بأنه في المطاف الأخير إنما يخدمون القضية الكردية، ولكن يعني الطريق الوسائل التي يتبعونها هي وسائل طبعا تثير المزيد من الأسئلة، ومن هنا فإنه لا يمكن لأي مشروع يمثل كرد سوريا أن يقوم به ويؤديه وينفذه مجرد حزب واحد، يجب أن يكون هناك تنسيق عام ليس بين المجلس الوطني الكردي وبين الاتحاد الديمقراطي، بين كافة القوى الموجودة في الشارع طيب الكردي. تحدثت عن دستور، تتحدث عن ارتباطات خاصة لهم، تحدثت عن حضور حزبي ونواياهم، ماذا تقصد بنواياهم؟ ماذا تقصد بالدستور يعني أيضا؟ يعني هؤلاء يعني طبعا أنا قبل كل شيء أحب أن أوضح لك، يعني أنا قلت في لقاءات سابقة هنا في هذا المكان وفي أمكنة أخرى، أنا أرى أن هناك كردستان الكبرى، ومفهوم كردستان الكبرى هو قبل عقود طويلة، ولا يمكن أن يرتبط بشخص واحد، إنما هناك يعني الحركة الكردية في سوريا التي انطلقت في نهاية 50s القرن الماضي، وحتى هذه اللحظة طبعا بكل تأكيد كانت ترى بأن هناك كردستان الكبرى، ولكن دائما كان كرد سوريا يرون بأنهم جزء من سوريا، وهذه النقطة أشار إليها الصديق الروائي الكاتب جان دوست. يعني طيب. دائما يعني طبعا طيب. نحن هنا لسنا بصدد مسألة تثار كرد سوريا بأنهم انفصاليون، نحن هنا نتحدث عن انفراد هذا الحزب، وندعو إلى أن يكون هذا المشروع منبثقا عن الجميع. يعني هل هناك تشكيك بأنه يحمل بصمات النظام هذا المشروع إذا كان تدعو الحزب بعدم الانفراد في الإعلان عن هذا المشروع؟ طبعا التحفظات القوى الأخرى واردة من أن هذا المشروع تقدموا به، حتى عندما تمت مناقشته فإن الورقة تقدم بها الاتحاد الديمقراطي وحده، فلم يكن مشروعا عاما. المشروع العام هو الذي ينبثق طيب يعني من الهيئة العليا، الهيئة الكردية العليا التي طبعا أرسى قواعدها الرئيس مسعود البرزاني مشكورا، لو أن هذا المشروع انبثقت عنه وجسدته ونفذته وطالبت به القوى المشكلة الهيئة الكردية العليا لكان هناك الالتفاف حولها، ولكن تم نسف الهيئة الكردية العليا، وتم طيب. نسف المشروع الوحدوي الكردي ضمن سوريا، ومن ذلك فإن هذا القرار يعني أن هذا المشروع ارتبط بمجرد حزب واحد، ومن هنا فإن الالتفاف حوله طبعا مستحيل من خلال وجهة نظري، وهذا الكلام طيب. أيضا قلناه طيب. في وقت سابق. طيب بالتالي يعني هل يحمل يعني السؤال واضح أستاذ إبراهيم، يعني هل يحمل بصمات النظام خاصة بأن النظام لم يتدخل في هذا المشروع، لم يكن هناك أي ردة فعل على هذا المشروع أيضا؟ طبعا النظام السوري منذ البداية حاول يعني أن يضرب القوى الكردية بعضها ببعض،
أنا لست بصدد يعني التركيز على أن هناك أطرافا مرتبطة بها. النظام طبعا عمره عقود في سوريا وله وسائله وله ارتباطاته وله تأثيراته بكل تأكيد. فأحب أن أقول بأن هذا النظام بكل تأكيد يعني يعول على بعضهم من يعملون لصالح. ولكن هنا أحب أن أقول منذ بداية الثورة حاول النظام ونجح في مسألة زرع الشك بين الأطراف الكردية. يترك المجال لطرف واحد ويكبل الأطراف الأخرى. وهذا ما وضع هذا الحزب في محط شك كما تشير. يعني تستبعد بالتالي يكون هناك بصمات للنظام إذا ما زلت تشكك بأنه هذه ما يقوم به النظام يضع الحزب في مرحلة التشكيك. النظام السوري سمع بهذا المشروع ولم يعترض عليه. طيب بالتالي أستاذ وليد بماذا تفسر إذا كان أستاذ إبراهيم يوسف لا يريد أن يعطينا يعني جواب واضح حول إذا كان لهذا المشروع بصمات للنظام أم لا؟ لماذا إذن أخذ حزب الاتحاد الديمقراطي على عاتقه هذا المشروع وانفرد به؟ بالتأكيد قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أوضح بأن هناك خلاف جلي وواضح بين المجلسين حول تفسير الحق الكردي أو ماهية القضية الكردية في سوريا. طبعا هذه الماهية استندت كثيرا مثل ما أضاف الأستاذ إبراهيم أيضا موضوع كردستان الكبرى حتى هذا الطرح وعبد الله أوجلان أيضا لوحظ لديه تراجعات قوية حول هذا الموضوع. وبالتالي التصريحات المتكررة التي يبديها بعض القادة من حزب البيادة أو من حزب الاتحاد الديمقراطي حول أن هذا الطرح أو هذه الإدارة أو التصورهم حول القضية الكردية هي الاعتراف أو بالحق الثقافي للكرد في سوريا. من هالمنطلق يعني المجلس الوطني الكردي لاحظنا الورقة التي تم التوقيع عليها ومصادقتها وتوثيقها مع ائتلاف قوى المعارضة السورية حول سواء منها تغيير اسم الدولة في سوريا أو الاعتراف بالهوية القومية للشعب الكردي في سوريا. وبالتالي كسوريا مستقبلية هي دولة كدولة تشاركية تعددية مثلا تستوعب كافة شرائحها ومثلا إثنياتها و أديان الفئات الدينية فيها. من هذا المنطلق أستاذ عامر بتصوري حدية الخلاف كانت واضحة وما زالت، لذلك يركز الجميع على الطرفين بإيجاد ورقة توافقية كردية تكون مثلا المدخل لجنيف 2 من قبل القوى الكردية. وبكل أسف بتصوري أن اجتماعات هولير الأخير لم تستطع أن تصل حتى إلى يعني الحد. اختلفت الآن الاتهامات أستاذ وليد، الآن أصبح بأن هذا المشروع هو مشروع للنظام أيضا، يعني على ما يبدو بأن الخلافات اتسعت. أستاذي مجرد موضوع طبعا كركوب أي موجة مجرد كانت في البداية مثل ما قال الأستاذ صالح عفوا شلال قده أيضا بأنه كان هناك نوع من التوافق بين المجلسين حول طرح مثلا إدارة، ولكن صيغة الإدارة لم تكن بالشكل الذي طرحها التي تم طرحها. أو أقولها بعبارة أوضح بأنه تم استفراغها تماما من المضمون الشعبوي الكردي، أي حقيقة وصلت بالأمور وكأن هناك إدارة ستقوم بالإنابة لإدارة المناطق. وإلا فأن السؤال الذي يوجه إلى البيادي وإلى حزب الاتحاد الديمقراطي، لماذا تكون مثلا لماذا أسايشهم فقط هي للجهة الكردية أو تمارس أنشطتها أو أدوارها فقط على في الشارع الكردي؟ نعم، لكن أستاذ إبراهيم بالمقابل يعني حتى لا نتناسى، يعني عبد الحكيم بشار هو من قام بالاتهام لحزب الاتحاد الديمقراطي بالعمالة للنظام. سأذهب إليك أستاذ شلال قدو، يعني تحدث الأستاذ وليد بأنه يعني حتى عبد الله جلال ربما تراجع عن حلمه قليلا، لكن حزب الاتحاد الديمقراطي ما زال مستمر حول هذا المشروع بالذات، كيف يقرأ هذا الاستمرار؟ أنا أعتقد بأن حزب الاتحاد الديمقراطي ليس مستمرا، يعني وفي محادثات هولير الأخيرة يعني في الأسبوع الماضي جرى حديث مطول حول مشروع الإدارة الذاتية بين المجلسين الكرديين، وتم الاتفاق على استئناف هذه المباحثات في مدينة القامشلي. يعني تم التأجيل فقط حول الإدارة الذاتية وكذلك حول بعض الأمور الأخرى العالقة. لكن أود الإشارة إلى أن هذه المسألة أو هذا المشروع ليس مشروع النظام السوري، يعني بقدر ما هو مشروع المجلسين الكرديين. ف
كما قلت في البداية يعني المجلسين الكرديين أنجزوا من هذا المشروع أكثر من 70% من هذا المشروع. الآن المجلس الوطني الكردي في سوريا يطالب مجلس شعب غربي كردستان باستئناف الحوار حول الإدارة الذاتية من النقطة التي توقفت عندها المباحثات بين المجلسين، يعني حينما كانوا يعملون معا لإنجاز هذه الإدارة. والنسبة طيب. الكبيرة يعني من أفكار هذه الإدارة الذاتية هي من بنات أفكار المجلسين الكرديين، وأعتقد بأنه لا علاقة للنظام بهذا بهذه الإدارة لا من قريب ولا من بعيد. طيب يعني نعم يعني هل نستطيع القول الآن أستاذ جان دوست، أعتذر أستاذ شلال، فقط يعني أسلم من كلامك اللي أوجه السؤال أيضا لأستاذ جاندوس، هل نستطيع الحديث بأنه على ما يبدو بأن المجلسين متفقين على هذا المشروع، لكن ربما الخلاف على إدارة هذا المشروع، هل تؤيد ذلك؟ هو هناك خلاف في إدارة المنطقة بشكل عام، يعني من عفرين حتى ديريك، وقد رأينا كيف أن حزب الاتحاد الديمقراطي أدار البلاد في هاتين السنتين الماضيتين، على الأقل السنة الماضية سنة 2013 أدارها بيد من حديد نيابة عن النظام، قتل النشطاء، أوقف الحراك الثوري في كل المدن الكردية، ليست هناك مظاهرة واحدة، مظاهرة يتيمة ليتحدث عنها حدثت بعد مجزرة عمودة، أي مظاهرات، أي حراك ثوري. هذا ما قامت به إدارة البايدي في المناطق الكردية وبمباركة من النظام، يعني هذا النظام السوري، هذا النظام المتوحش الذي يقصف حارة بأكملها ببراميل الموت لأجل أن يقتل ناشطا أو ناشطين أو مقاتلا من الجيش الحر أو إرهابيا حتى أخي مسلحا إسلاميا إرهابيا لنقول. هذا النظام الذي يفعل هذه الأفاعيل كيف يسكت عن ضياع منطقة كاملة من يده ولا يتحدث عنها حتى إعلاميا، حتى إعلاميا؟ هذه مباركة من النظام. أنا لا أشك أي لحظة، لا أشك أي لحظة في أن ما تفعله قوات الفيدي، ما يفعله حزب الاتحاد الديمقراطي هو تنفيذ للنظام لما يريده ويخططه نظام بشار الأسد. نعم. في المنطقة الكردية كلما كبرت الشعارات انجذبت الجماهير أكثر، وهذا واضح. الشعب الكردي بأكمله انجرف وراء تيار أو شعار الدولة المستقلة وراء حزب العمال الكردستاني. طيب. وضحى بعشرات الألوف من أبنائه في سبيل حلم أجهض الحلم أخيرا بجرة قلم. حزب الاتحاد الديمقراطي يكرر خدعة حزب العمال الكردستاني في المنطقة الكردية. حزب الاتحاد الديمقراطي يقود شباب الكرد إلى الموت في ساحات القتال التي هي ساحات قتال من أجل الدفاع عن كرسي بشار الأسد. لنقل هذا الكلام بوضوح، إن كان الضيوف لا يريدون أن يقولون هذا الكلام، إنما أنا أقوله ومقتنع به، وقسم كبير من الشارع الكردي مقتنع بأن حزب الاتحاد الديمقراطي، لكن بالمقابل له شعبيته على الأرض أستاذ جان. نعم له شعبية على الأرض، هناك من يؤيده على الأرض. عادي، لهتلر أيضا كانت شعبية، شعبية هتلر ملأت ألمانيا بالملايين. طيب. من المتفقين له والماشين وراءه. نعم، لكن أستاذ جان يعني أنا أعتذر المقاطعة المرة الثانية، سنناقش هذا الممارسات وغير ذلك، لكن في الملف الثاني اسمح لي أن أتوجه بالشكر لك أستاذ جان دوست، كاتب صاحب محلل سياسي ضيفي من ألمانيا. الشكر موصول لك أستاذ شلال قدو، صحفي ومحلل سياسي أيضا ضيفي من السليمانية. نذهب إلى فاصل. ذكرى 73 سنة مرت علي في حياتي صعبة. بلا دواء، بلا أكل، بلا شرب، بلا نوم، بلا دفع. حرام حرام. حرام.
يفرج علينا الحصار. ذبحنا ذبح ذبحنا ذبح. لا 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 بس لا لا بس لا لا بس. أهلا بكم من جديد. إذن ما زال هذا الحوار مستمر في المسألة الكردية خلال عام 2013. معي في الاستوديو إبراهيم اليوسف، أهلا بك أستاذ مجددا. كذلك وليد عبد القادر ضيفي من دبي، أهلا بك أستاذ وليد. ينضم إلينا أيضا هوشنغ أوسي الكاتب الصحفي الكردي من بلجيكا. مساء الخير أستاذ هوشنغ. وكذلك الأستاذ بهزاد إبراهيم رئيس المجلس الوطني الكردي من بلغاريا. مساء الخير أستاذ بهزاد. سأبدأ معك أستاذ هوشنغ. يعني انتهى الملف الأول ربما حول الممارسات التي كان يمارسها حزب الاتحاد الديمقراطي مع الشارع الكردي على وجه الخصوص. هناك من تحدث عن قتل نشطاء، هناك من تحدث عن أوقف الحراك الثوري، هناك من تحدث عن مجزرة عمودة، هناك من تحدث بأنه أصبحوا الآن يأخذون الشاب الكردي إلى ساحات الموت، بالإضافة إلى بأنه مشروع الاتحاد الديمقراطي هو مشروع يحمل بصمات النظام. يعني هناك من اتهموا صراحة بأنه هناك عمالة للنظام. تفضل. جزء كبير من الانتقادات والملاحظات والتحفظات على أداء حزب الاتحاد الديمقراطي في محلها. نعم. ويعزز ذلك إصرار هذا الحزب وعدم إنصاته لهذه الانتقادات التي جلها أكيد صادرة عن الحرص على المصلحة الكردية بشكل عام، وعلى حتى على الاتحاد الديمقراطي لكي لا يتمادى أو لا يواصل ما يمارسه أو مارسه على الشارع الكردي وفي الفترة الأخيرة. لكن لا يخفى على أحد أيضا، يعني حزب الاتحاد الديمقراطي ليس جماعة من الشياطين وأتوا من كوكب آخر، كما أتيت أنت على ذكر الشعبية القاعدة الجماهيرية لهذا الحزب. يعني أستاذ هوشنغ، جوانب إيجابية أيضا. يعني طيب أستاذ هوشنغ، حتى هذا الحزب، نعم نحن لا نذهب إلى السلبيات، نترك الإيجابيات أستاذ هوشنغ، لكن هناك من يقول بأنه حتى هذا المشروع إذا تفرد به حزب الاتحاد الديمقراطي واستمر فيه هو خطر على المشروع الوطني الكردي. أم هذه مبالغة؟ أكيد أكيد أكيد. الانفراد مهما كان، سواء كان على صعيد المعارضة العربية أو المعارضة الكردية أو أي تكوين أو حزب أو جزء من المشهد السياسي المعارض في سوريا بشقيه العربي والكردي، الانفراد بكل الأحوال هو خطر على المشروع الوطني وحتى على المشروع القومي الكردي في إطار المشروع الوطني السوري. ومن المأمول يعني أن يجري الاتحاد الديمقراطي مراجعة نقدية لتجربته ولأدائه على الأرض ولخطابه السياسي والإعلامي بما ينسجم مع استحقاقات المرحلة وخطور نعم. وخطورتها وحساسيتها. نعم، لكن يعني أستاذ إبراهيم، يعني حتى إذا ما تحدثنا بهذا الاتجاه عن الحزب الاتحاد الديمقراطي، لكن بالمقابل هناك شيء يحسب لهذا الحزب، هو نشاطاته وعلاقاته الدولية، الزيارات التي يقوم بها، جرأته ربما حتى لو كان هذا المشروع، هناك من يتحدث أنه يحمل بصمات للنظام، لا إلا أنه حسب الأكراد بأنه هو حلم كردي سوري أو حلم للأكراد بشكل عام. طيب باقي الأحزاب هي فقط جالسة وتتهم هذا الحزب، لماذا برأيك؟ طبعا أنا سأتوقف عند الملاحظة التي وجهتها إلي يعني قبل قليل، وهي أنني لا أبصم على التهمة الموجهة على أن حزب الاتحاد الديمقراطي هو حزب أو تابع للنظام. طبعا أنا قلت بعض الوقائع، وهذه الوقائع هي التي وجدتها وهي التي طبعا أقولها وأنا مسؤول عنها. طبعا أما مسألة تبعيته للنظام، إذا كانت هناك وقائع معينة أمام عيني فأنا لا أتردد، لأننا نحن واجهنا النظام السوري وسنواجه
أي قوة أو أي طرف نعم. يؤدي أو يعيد أو يستعيد أساليب هذا النظام في مواجهة شعبنا وإنساننا. طيب. وطبعا نحن غير راضين عن سلوك حزب الاتحاد الديمقراطي منذ بداية الثورة وحتى هذه اللحظة، والملاحظات التي قلناها وقلناها بصوت عالي واجهنا بها الاتحاد الديمقراطي ضمن أصول النقد، ومن مهمتنا كأناس نطرح أنفسنا على أننا مثقفين. لكن بالمقابل أيضا هناك يعني من يجب أن يتحمل مسؤولية وهي الأحزاب الأخرى، المجلس الوطني الكردي ماذا قام بالعمل هذا الكلام طبعا سأعرج عليه وأتحدث طبعا. بكل تأكيد أن حزب الاتحاد الديمقراطي أنا أشرت قبل قليل أيضا وسأنطلق من تلك الفكرة وهي أنه وجد الأرضية المتاحة له، النظام غض النظر عن ممارساته وأطلقت يده، فهو طبعا قمع الحراك وهذا ما كان يرضي السلطة، واجه الأحزاب المجلس الوطني وحاول أن يبتلعها وأن يمحوها من على الأرض وأن يبقى هو القوة الوحيدة على الأرض، وهذا تماما ما كان طبعا يتوخاه النظام ويريده النظام. نعم. هذه المسألة هي مسألة حقيقية، ومن هنا عندما أثبت وجوده على الأرض فإن هناك قوى دولية بدأت تشير إلى أن هذا الحزب يعني هو موجود ويجب أن يتم التواصل معه. نعم. في المقابل أن أحزاب المجلس الوطني وأقولها طبعا بألم وبحزن هذه الأحزاب التي عمرها طبعا عقود ونشأت في نهاية خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن ولها تاريخ نضالي طويل خلال فترة الثورة، يعني قامت ببعض الأعمال ولكن أيضا كان موقفها من موقفها العام، ولا أشير إلى بعض الأحزاب منها، اتجاه الحراك كان سلبيا وكان هناك تخوف من الحراك الثوري وتم ابتلاع هذا الحراك الثوري من قبل أحزاب المجلس الوطني، وهم أيضا إذا كان الحزب الاتحاد الديمقراطي قد واجه الحراك الكردي الثوري يعني حراك طيب. الشباب منذ البداية في الشارع، هم أيضا بطريقة ناعمة حاولوا ابتلاع هذا الحراك. طبعا إذا كنا نوجه أصابع الاتهام إلى حزب الاتحاد الديمقراطي بأنه حاول ابتلاع الأخضر واليابس فإننا غير راضين عن سلوكيات وممارسات المجلس الوطني الذي هو يعد مسؤولا أمام التاريخ عن المرحلة الماضية، وإن كان له نقاط إيجابية تسجل له وهو أنه لم يستجر إلى مواجهة الأخوة في الاتحاد الديمقراطي ولم تكن هناك مواجهة كردية. طيب بالتالي يعني أستاذ وليد هل نستبعد الآن أن يكون هناك مواجهة كردية، يعني خصوصا بأن جميع الأحزاب ربما لها تحفظات على حزب الاتحاد الديمقراطي وبالمقابل حزب الاتحاد الديمقراطي هو المسيطر على الأرض، يعني حتى نكون أكثر صراحة، اعتقالات بين الفترة والأخرى، هناك نشطاء، هناك سلاح على الأرض. بتصوري مرحلة التأزيم أو الفترة التي لربما كان يتوقع فيها أن يحدث صدام كردي، بتصوري والجميع يعرف بأن أحزاب المجلس الوطني الكردي مارسوا أقصى حالات ضبط النفس وعدم الانجرار سواء إلى حالات الصدام وأيضا التصدي سواء لأحداث عمودة أو كثير من الحوادث التي شابتها سواء في عفرين أو حتى كوباني ومناطق أخرى. أستاذ عامر، الإنجليز يقولون باس إز باس، يعني الشيء الذي مضى مضى، الآن نحن أمام استحقاق حقيقي وهو ما تم مؤخرا في هولير قبل أيام، والاتفاقات التي وإن كانت حتى هذه الاتفاقات سوفت كثيرا أو ارتبطت بآفاق وأيضا أفعال مستقبلية ولجان وإلى آخره، ولكن عندما يصبح مجرد الذهاب إلى مؤتمر جنيف أو حضور مؤتمر جنيف 2 بحد ذاته غاية لجهة ما على حساب، وأقولها بصراحة، على حساب الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا، فهذه ستكون معضلة وسنقف أمامها أيضا كمثقفين وسنؤشر عليها وإليها وسنصرخ بأنه ليس المهم هو حضور مؤتمر جنيف بقدر ما سيطرح في مؤتمر جنيف 2 كرديا، وهذه هي الورقة التي لكن أستاذ وليد الحديث عن جنيف 2 الآن يتشكل في موضوع تشكيل حكومة،
أي حكومة؟ حكومة انتقالية، وهذه الحكومة الانتقالية نعم. أستاذي ما يسرب أو ما يسعى إليها بعض القوى سواء كانت في هيئة التنسيق أو حتى بعض الشخصيات في قوى الائتلاف، ولا أريد أن أذكر الأسماء، هم يحاولون بشتى الوسائل مستفيدين من التناقضات الموجودة داخل المجلسين الكرديين وغياب وضوح نعم. الرؤية والورقة الصريحة والواضحة، حتى بالاستناد أيضا لما تم التوقيع عليها سواء عند الائتلاف أو في هيئة التنسيق، ويحاولون اللعب على هذه المتناقضات وتغييب المشروع نعم. الكردي أو الطرح الكردي في مؤتمر يعني جنيف. بالتالي هي تتناقض مع أهدافكم أستاذ وليد. نعم تتناقض مع أهدافكم ربما مع مشروعكم أيضا، مع المشروع الكردي، لأن القضية الكردية هي قضية أساسية ورئيسية من القضايا التي يتوجب أن تطرح، والقضية الكردية هي سابقة حتى على الثورة السورية، مثل ما القضية الكردية لها امتدادها التاريخي، ودون الرجوع إلى الاعتماد على التاريخوية من سايكس بيكو إلى الآن القضية الكردية تستجر وتؤجل من مراحل إلى مراحل. القضية الكردية من المفترض على المجلسين الكردين التركيز تماما على أن تكون من الأسئلة الرئيسية التي يتوجب التطرق إليها في مؤتمر جنيف 2. طيب وإلا طيب حقيقة طيب سأقف عند هذه النقطة ربما نناقشها أكثر، لكن أستاذ هوشنج يعني تيار المستقبل الآن طالب بمواجهة كردية، لكن السؤال حتى لو تم الاتفاق على هذا المشروع الكردي هناك منظمات، هناك دول ضد هذا المشروع، ألا هناك تخوف كبير من يصبح هناك ربما مواجهات؟ يعني يختلف الموضوع إذا كان هناك دول ضد هذا المشروع، ليس كذلك؟ بطبيعة الحال المواجهات حصلت، يعني نحن الآن بصدد مناقشة كيف يمكن أن نكسب حزب الاتحاد الديمقراطي ونخرجه من حضن النظام أو كأداة كما يقال ويشاع بأنه أصبح أداة في يد النظام السوري. لا يمكن أن نرمي حزب الاتحاد الديمقراطي في البحر، له قاعدة جماهيرية واسعة وله بعشرات الألوف، يعني لا يمكن أن لماذا قوى الائتلاف والقوى المعارضة تفاوضت وناصرت وأيدت جبهة النصرة وداعش بإماراتها التي أعلنتها، ولا تحاول الاتصال ومحاولة احتضان واحتواء حزب الاتحاد الديمقراطي؟ يا أخي هؤلاء لا يمكن أن، وفي نقطة أخرى كمان يعني من الصعوبة مما كان أن نصف الحاضنة الشعبية للاتحاد الديمقراطي ونقارنها بالحاضنة النازية الشعبية لهتلر، هذه أيضا يعني فيها تجني على قطاعات واسعة من الشعب الكردي إنجاز التعبير. الأصل والجزر هو كيف أن نعالج هذه المشكلة التي فعلا باتت مختصرة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي. حزب الاتحاد الديمقراطي بات يشكل فعلا طيب لكن مشكل عويص للقوى الكردية وللمعارضة السورية، وينبغي طيب أن نبحث ونناقش سبل الحل. ما هي سبل الحل؟ طيب لكن سبل الحل أستاذ هوشنج إذا تكرمت فقط سبل الحل، يعني حزب الاتحاد الديمقراطي يعني يتحدث الآن بأن أنا أحارب كتائب إسلامية متطرفة، أنا أحارب القاعدة لوحدي منفصل، بالتالي هو المشروع اللي يريد أن يحافظ عليه، فما بالك لو تم الاتفاق؟ هل أنتم قادرون على مواجهة دولة كتركيا؟ يعني أنا لست ناطقا باسم يعني باسم حزب الاتحاد الديمقراطي حتى توجه لي هذا السؤال. هذا السؤال يوجه للحزب السؤال أريد منه فقط رأيك أستاذ هوشنج وجهة نظرك. لكن 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 يعني كوجهة نظر حزب الاتحاد الديمقراطي له خلفية عسكرية سياسية وجماهيرية في تركيا وحزب العمال الكردستاني، ومعلوم دور وتأثير حزب العمال الكردستاني على تركيا خلال 30 سنة الأخيرة التي أجبرت الدولة التركية على التفاوض، وليس هذا فقط، بل زعيم الحزب حزب الاتحاد الديمقراطي ذهب وتفاوض وجلس مع المسؤولين الأتراك. أعتقد أنه حتى ولو أعلن أو وتكرس واقع الإدارة الذاتية في المناطق الكردية في سوريا، فتركيا لن تجازف ولن تخاطر في اتخاذ مواقف عسكرية. يعني هذا كان زمان، بس هلا يعني من الصعوبة بما كان أن تتخذ تركيا قرار المواجهة، بما أنه يتعرف تماما دور الكرد السوريين في حزب العمال الكردستاني. أغلب القيادات الميدانية في حزب العمال الكردستاني هم أكراد سوريين، وبإمكان العمال الكردستاني أن يقلب الطاولة على تركيا في حال
اتخذت حكومة أردوغان أو الحكومة التركية قرار عسكري بمواجهة الموقف الكردي مهما كانت على خلاف. حتى الأتراك يريدون أن يحتووا أو يتواصلوا مع حزب الاتحاد الديمقراطي. المشكل هنا لماذا لا تسعى قوى المعارضة العربية للحيلولة دون تفاقم هذا المشكل؟ وعلى فكرة يعني موقف المعارضة العربية وحتى بعض الأحزاب الكردية من حزب الاتحاد الديمقراطي يعزز العلاقة ما بين الحزب والنظام السوري. نحن نريد أن نفك ارتباط إن كان هذا الارتباط موجود، لكن الآليات التي يتم استخدامها وحجم التعاطي مع هذه العلاقة يقويها أكثر ما أنه يفككها. نعم، لكن بالمقابل هناك ارتباطات كردية أخرى أستاذ إبراهيم يوسف. يعني هناك الآن يتساءل، هل هناك خشية من تداعيات الأزمة التي تمر بها حكومة أردوغان في تركيا الآن؟ بالتأكيد، يعني اللوحة التي نجدها الآن في المناطق الكردية تحديدا وفي سوريا بشكل عام هي طبعا لها علاقة مباشرة بالوضع الحالي في تركيا. أي تطورات تتم في تركيا بكل تأكيد سوف تنعكس بشكل مباشر على ليس على كرد سوريا وعلى المناطق الكردية وإنما على عموم المشهد السوري بشكل عام. نعم، طب يعني فيما يخص المسألة الكردية على وجه الخصوص، يعني كيف تتوقع أن تكون لهذا المشروع في عام 2014؟ بكل تأكيد طبعا يعني المرحلة المقبلة في تركيا هي التي تحدد يعني العلاقة والتعاطي مع القضية الكردية. نحن نجد أن هناك أصوات شوفينية في تركيا، هذه الأصوات الشوفينية غير راضية حتى على ما يقدمه أردوغان الآن. هذه الأصوات فيما لو تمكنت وأتيح لها المجال فبكل تأكيد فإنها سوف تعود إلى 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 مرحلة سياسات ما قبل أردوغان. وطبعا سنجد بأن مرحلة أردوغان كانت يعني مرحلة متقدمة على تلك المراحل، وإن كان التاريخ يسير الأمام وإن كان مستقبل القضية الكردية طبعا هو بكل تأكيد يجب أن يتحقق في عموم كردستان. طب أستاذ وليد، بالتالي ماذا تتوقع لعام 2014؟ نحن نتذكر فقط 2013 انتهى بموعد على أن يكون هناك لقاء للاتفاق بين القوى الكردية في عام 2014. أنت كيف ترى، أقصد مشروع حلير اثنين أنا اتفاق؟ طبعا أتمنى أن يصل المقررات أو ما تم الاتفاق عليه في أربيل قبل أيام، أن يوصل الوفد الكردي سواء كان ضمن إطار وفد معارضة واحدة أو حتى، المهم أن يصل الصوت الكردي وبورقة صريحة وواضحة يجسد الموقف الكردي ويجسد طموحات الشعب الكردي في مؤتمر جنيف 2 الذي من المتوقع أن يستفتح به العام الجديد في 22 الشهر القادم. نعم، شكرا لك أستاذ وليد عبد القادر الكاتب الصحفي ضيفي من دبي، كذلك الشكر موصول لك أستاذ هوشان قوس الكاتب الصحفي الكردي ضيفي من بلجيكا، وكذلك ضيفي الاستوديو الأستاذ إبراهيم اليوسف الكاتب الصحفي ضيفي هنا في الاستوديو. طبعا تفاصيل ليلة كان الحديث عن المسألة الكردية وتفاصيلها في عام 2013. غدا نلتقي إن شاء الله في تفاصيل عسكرية ما دار في سوريا في عام 2013. ألقاكم غدا، ولكن دائما إذا كان بالعمر بقية. حفظ الله.